النهاردة هنبتدي أول مرة ننزل على أرض الواقع. أول مرة هنبلش نعمل التارجت تبع Our City Our Way، إن إحنا نصمم منطقة بالمينا. Our City Our Way هو مشروع بتنفذه مؤسسة صفدي الثقافية بالتعاون مع جامعة بيروت العربية ومدينة الميناء ممثلة ببلديتها أكيد، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع ساوث ماد سيفي. كان الدافع الأساسي من هالمشروع إنه نساعد الشباب باستعمال كل قدراتهم وتنمية طاقاتهم الإبداعية. معكم ورقتين إحنا وزعناهم لكم، في ورقة عليها خريطة وفي ورقة تانية مكتوب عليها criteria of evaluation أو site selection criteria، طريقة اختيار السايت. إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نعمل نختار منطقة بالبادجت تبع المشروع ننفذها بأفكاركم. بمشروع Our City Our Way كنا اليوم بمرحلة اختيار الموقع يلي حنشتغل عليه، فرافقنا مع تلاميذ الشباب وعملنا كزدورة بهيدي المنطقة وشفنا ثلاث نقط خلينا الشباب هن يعملوا لها تقييم من خلال نقط محددة كنا متفقين عليها وحطوا لها علامات، وعلى أساس هيدي العلامات حنختار الموقع اللي حنشتغل عليه. بالتصويت اللي عملناه هلا شفهيا بين معنا تقريبا كأنه الموقع رقم 2 هو اللي حيطبق فيه المشروع، فبيبقى بس نجمع العلامات ونشوف إذا هيدا هو الموقع الصحيح. اليوم اشتغلنا عبارة عن ليزر كات، ماشيين بتقص على الليزر، عملتنا الديزاين تاع المنطقة، نحن ركبنا البيلدينغز على بعضها، يعني بشكل نعمل مجسم لمدينة المينا. هذيك المرة اشتغلنا على 3D مودلز للاندسكيب ونزلنا عملنا تور بالمينا، تعرفنا على المينا أكثر، واليوم جينا على الجامعة تنشتغل على 60 مودلز. وشغل بده صبر بس نحن ان شاء الله رح نشتغل ونصبر تنطلع شغل حلو كثير بيعجبكم. قدمنا كذا طريقة لحتى كلياتنا نجمع أفكار اللي براسنا نعملها واقع ولحتى نجمل مدينتنا. نحن طلاب شباب من سن من 14 سنة لسن 17 سنة، إن هم حابين نعرف وجهة نظرهم ورؤيتهم في تطوير مدينتهم، ودي نقطة مهمة جدا إن هو زي نشرك أو نخلي إن الطلاب يكون عندهم يشتركوا مع المجتمع في تطوير المدينة عن طريق التعبير عن رؤيتهم. الشباب يلي ما كنا منتظرين منهم إنه بالالتزام بالسعي وراء التغيير. أنا كعضو بلدية مينا حابب في البداية قبل ما أحكي أي شيء عن المشروع إنه أتشكر مؤسسة الصفدي اللي قامت بالمبادرة وطلب الشراكة مع بلدية المينا لنقوم بالدراسات اللازمة والكافية لنرمم هالحي الجميل التراثي، أبراز معالمه التراثية والتاريخية. منها 30 شاب وصبية، أنا أملي إنه يبرز منهم بعض الشباب اللي يحبوا مدينتهم يحبوا يطوروها بالمستقبل ويتخصصوا في تنظيم المدن، يتخصصوا في ترميم الآثار، ويطلع منهم ناس شباب بارعين ومثقفين ويكونوا على درجة من المسؤولية تيقوموا وينهضوا بمدينتهم ولو حتى بعد عدة سنوات. وإن شاء الله يعني بعد ما يتم تنفيذ هذا المشروع وينتهي بالكامل حيكون يعني مثل ما يقولوا بروتوتيب، يعني ممكن نوسع هذه القاعدة ونعممها على المينا القديمة كلياتها. أول شيء لما جينا لهون كانت المنطقة يعني منا صالحة للسكن ولا للعب ولا شيء. بعدين نحن طلع معنا الفكرة اللي هي إنه نحسن المنطقة أول شيء للأولاد لنشوف البسمة على وجههم، يعني لما يفتحوا بابهم يشوفوا خضار ينبسطوا يقولوا في ناس عم تهتم بالمنطقة عم بتحب تغير
في جيل حابب يغير بالمنطقه ويشوف منطقته احلى. شباب الصبايا ساكنين ماشيين اول مره لهون، كيف كان الوضع؟ واحلى شيء كان بهالتجربه كلها هي ضحكه الاولاد اللي شفناها اليوم نحن وفايتين على الشارع. انا بتشكر وبروح اشتغل بهالمشروع. يا ريت كل حرب يصير هيك ويا ريت كل بلد يصير هيك. كيف انبسطت اليوم؟ إيه؟ لعبت على المرجوحة الجديدة؟ إيه؟